بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر المبادرة الجزائرية الفلسطينية على هذه المساعدة اللي قدمتها للشعب الفلسطيني على هدية العيد عشان الشعب الفلسطيني الفقير اللي بيستنى المساعدة من أي دولة. ونشكر الجزائر كلهم فرضا اللي قدموا لنا هذا مشروع العيدية عشان نكسي أطفالنا الصغار يخلف عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر المبادرة الجزائرية على كسوة العيد وعلى عدية الفلسطينيين ومساعدتهم وتميز إقليمهم وحاجاتهم العيدية والرمضانية، وشكرا لكم والحمد لله رب العالمين. نشكر المبادرة الجزائرية على هذه المساعدة التي هي كسوة العيد لأطفال غزة. نشكر الجزائر شعبا وفردا وشعبا الذين قدموا هذه المساعدة في الوقت العصيب إلى قطاع غزة. هذه المساعدة أتت في أفضل الوقت في لقطاع غزة. شكرا للجزائر حكومة وشعبا. أنا بشكر المبادرة الجزائرية الفلسطينية على هذا الدعم كسوة العيد للأطفال، ونشكرهم جزيلا. شكرا لهم للأسر الفقيرة اللي تبنوهم وتبرعوا لهم بالكسوة العيد، وبارك الله فيهم. شكرا للجزائر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الاثناء من اخر ايام شهر رمضان المبارك نقوم بتوزيع العيديه وكسوه العيد على هؤلاء الاطفال هنا في قطاع غزه. هذه العيديه تساهم وتساعد في توفير ملابس العيد لهؤلاء الاطفال، كما تشاهدون هذه الفرحه على وجوه هؤلاء الاطفال جراء استلامهم لهذه العيديه هنا في قطاع غزه. بهذه المناسبه نقول للشعب الجزائري الذي تبرع الى هؤلاء الاطفال، شكرا لكم يا اهلنا في الجزائر على ما قدمتم لاخوانكم هنا في فلسطين، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. شكرا لهم. بشكر المبادرة الجزائرية على تقديم كسوة العيد، بارك الله فيهم وجزاهم كل خير. أنا بشكر كل الشعب الجزائري لأنهم فرحونا وقسمونا العيد، وبشكر عم أبو أسامة.